Donc là, on a dit les feuilles du bois. Donc, les gens qui ont fait des questions, moi, je suis libre de pertica. Juste une fois de la fin de l'école. Donc, c'est la vidéo. Son vitesse initiale. Le système de son corps. Et lâcher. Et stop sans vitesse initiale. Marche. Lâcher sans vitesse initiale. Faut que je stop, je roule les fils qu'elle indique, elle indique pas les fils du poids. Tu comptes le poids. Ok, en tout cas, quand elle les fils du poids, les voitures, c'est le wazn. Vous êtes bien? Tu comptes le poids. التأثير ديال لوبوا كلشي التأثير ديال لوبوا انا انتوكا نتعرفوا على حاجه جديده اللي هي التأثير ديال لوبوا زائد التأثير ديال دافعه ارخميدس تسمى لا بوشي لا بوشي د ارخميد يعني ندرسوا ميكانيك الموائع يعني ندرسوا لا ميكانيك دي فلويد يعني انتوكا ندخلوا واحد لابارتي كتسمى لا ميكانيك دي فلويد ندخلوا شويه لا ميكانيك دي فلويد مازال ما بدينا الدرس غير كنشرح لك يعني شنو غنشوفوا من بعد لو خصنا نعرف شنو هي فيرتيكال فيرتيكال عمودية كتعني عمودية صافا كتعني عمودية ولي كتعني حرة يعني راسون فيتيس انيسيال ولا ما طبقناش على شي فورس وبالنسبة للرشيد خلاص راه كتعني السقوط يعني السقوط ديال اي جسم معين السقوط ديال اي جسم معين في الارض ولا في شي بلاصة اخرى كيكون السبب ديالو هو الجاذبية دونك السبب هو لو بوا حنا كنقول لو بوا يعني على مدى الجرافيتاسيون وجود الجاذبيه اول حاجه غنعرفوا عليها نتعرفوا عليها سوكا هي الدراسه ديال لي فلويد نرجع لواحد نرجع هنايا عندي الكيوب ديال لوكا دي فلويد سمارش دونك انا فورس ايوا انا بينا درس دابا استاذ دابا صافي سابليك سيغ ان كور ماشي وقال لك تبدا بهذا الشيء دون زان فلويد دون زان انت كتبغي العلاقات ماشي ولكن فهم مثلا لي فورس كي سابليك من الاخر المطبقه على واحد الجسم اللي كاين في ان فلويد ما من ان فلويد يعني واحد المائع من المائع اللي كاين عندي واحد لا سوليسيون لي ليكيد صافي دير اون ايسي سوليسيون ليكيد يعني محلول سائل سي بون بمعنى انه مثلا عندي لو سيستيم ديالي انسولا سي بون مثلا عندي انا واحد المحلول هو هذا عباره عن سوليسيون فيه واحد هذا هو لا سوليسيون ديالي كندرسو مارش نصور بان انا كاين ان سيستيم سوليد اس طبعا مثلا كاين واحد سيستيم سوليد لونه هذا صفر مثلا دونك هذا السيستيم سوليد ديالي مثلا لونو مدور عليه بالاحمر بحال هكا دونك سي سا لو سيستيم سوليد ديالي لو سيستيم سوليد اول حاجة غنديرها هي نعرف شنو هما القوى المطبقة عليه قلنا اي جسم اي حاجة كتقيس الجسم هذا سي سا لو كور اس اي حاجة كتقيس الجسم عبارة عن قوة مطبقة عليه اول قوة غنشوفها هي لا فورس دي بوا كنزروها مناش لو بوا الماركيز الماركيز وصلنا هذا سي سا لا فورس دي بوا سي بي سي بون زائد لا فورس اخرى دونك تكون لا فورس ديالاش اللي كيكون طبقها ماذا المائع هذا كيتسمى المائع ولا كيتسمى ليكيد غيكسب ماشي ولا هذا كيتسمى الفلويد هذا كيتسمى له فلويد راه بحال الا لحقتي مثلا شي حاجه فوق الماء لحقتي شي حاجه فوق الماء تطفو او لا كتمشي تحت الماء الا كانت ثقيله راه كتمشي كتهبط لتحت إذا كانت خفيفة كيبقى لها كتبقى فوق دابا حاليا حنا في لابوسي دارشميد أي جسم لحتي سواء كان ثقيل سواء نو كيبقى ديما الفوق شنو هاد القوة هادي اللي كتخليه يبقى الفوق بحال مثلا إلا كتعوم على ظهرك إلا عمرك عمتي على ظهرك ولا شي حاجة غادي يبان لك البلان تعوم على ظهرك راك ديما كتولي كتطفو فوق الماء دونك غادي نشوف دونك شنو القوة اللي كتخليك دائما تطفو فوق الماء هي كتسمى لابوسي دارشميد دونك هاد الماء كتبقى لك واحد القوة فين غادا دائما فيغ الهبوط دائما هذه القوة هذه كتكون دونك هذه دائما كتسمى اف دو ا دونك هذه كتسمى لا فورس ارخميد هذه ارخميد
حتى نعرف يقول لك علاش ديك السفينه كتكون عامره بزاف وثقيله وما كتغرقش، شنو السبب؟ دافعه ارخميدس، ان مقدار القوه يعادل مقدار الحجم المزاح. هنا كاين واحد الحجم عندي هنا راه مزاح، ها هو الحجم المزاح، هو هذا. دونك هذا المقدار راه طلع عرفوه، كيطلع على ديك السباس، وفاش كيطلع على ديك السباس بالنسبه لذاك ذاك السيستم كيولي كيطفو فوق. السبب سي ارشيميد. هنا عاوتاني غنزيدو لي رياكسيون، دونك هنا غادي نحاولو نتعرفو على لي رياكسيون، الجوانب هاد ديبلون كيقيس ليا لو فلويد، يعني الماء ولا مثلا داك السائل هو كيدير كيقيس ليا الجسم الجوانب. دونك هنا كاين دي فوطمون، هنا الفورس الاخرى كاين لي فوطمون، صافي. دونك هنا غنزيدو لي فوطمون، لي فوطمون كي كيكونو دونك طول ما انا كاين لي فوطمون كتكون فورس دي فوطمون تكون مائله، ماشي. انا هو انا نعتبرها مثلا بان شي فورس اللي هي نعتبروها بانها فورس بحال بحال الشكل كذا نيشان مع مع لا فورس دارشميد اف دو كتشوفيما ديما ديما تكون بحال هكا ما تغيرش واخا تقلب الشكل ولا شي هبه ديما ديما فورس دارشميد كاس وكان كرياس وكان اي حاجه دونك دائما كيبقى فيكس صمارش. دونك هنا يا اف ا سي لا فورس دا سي لا فورس دارشميد سي بون هيا بي سي لو كوا وهنا سي لا ريكسيون دي فلويد. دونك هنا نتعرفوا على شنو هما لي فورس اكزيرسي لي فورس اللي عندها لان سي لو كوا لو بوا ديالاش لو بوا دي سوليد دي سوليد صافي. وعندي عاوتاني اف ا سي لا فورس دارشميد هنا سي لا فورس دارشميد دونك بالنسبه لا بوس لا فورس دارشميد كتسمى لا بوس دارشميد يعني باش كتسمى لا بوس دارشميد ولا لا فورس دارشميد ولا فورس اخرى تبقى عندي واحد لا فورس اف نسميوها اف هنا كتسمى لا فورس دي فوتمون. دونك سي لا فورس دي فوتمون ديالاش ديال ليكيد فوتمون علاش نسمي علاش ما سميناش ما سميناهاش لا فورس دي موتريس نهار كنقول فورس موتريس يعني كيكون طبقها شي حاجه يعني كيكون شي جهاز معين ولا شي اباراي ولا شي ماشين كنطبق كنهز شي داك ديك لا ماشين كنمشي لذاك لو كور اللي كندرسو كنطبق عليه ديك القوه دونك هذيك كتسمى فورس موتريس يعني كنكون مطبق عليها حاجه انسان ولا حاجه انسان يعني حتى انا كيكون كيتدخل فيها الانسان هنا لا انا راه فقط يعني دي زوبجي اونتر لا فورس دو فوتمون دو ليكيد بون. دابا غادي نتعرفوا على كل وحده وشنو فيها. تنبغينا لا فورس باش تستد لا رياكسيون دي بلون ها كوست درتيش لا رياكسيون دي بلون يا اشن بلون قلنا شنو قلنا دابا لا لي فروتمون دو دونك سي لا فورس دي فروتمون لا عندي لا رياكسيون دي بلون عندي لا رياكسيون دي بلون حتىش ملي كندرس الجسم كيمشي فوق الارض ولا مثلا شي حاجه تيغيستر هنا يلا راه عندي ان ليكيد راه شنو قلت لك انا راه عندي الميكانيك ديال الفلويد كندرس ميكانيك الموائع راه عندي فلويد هنا ماشي عندي مسار في الارض ما عنديش الارض هنا وعندي لاتير مثلا باش نقول لك بان عندي تكون عندي واحد لا فورس ار واش تكون مائله بحال هكا ولا تكون بيربونديكولير على كانفيك فوت موسون فوت مو لا هنا يلا راه هنا ان فلويد تمام الفلويد يعني كتدخل عندي فورس اخرى باش تكون طالع فوت ها لي فروتمون ديما يكون هكا بونديكولير صمارش المسار علاش لان الجسم كيكون في هاد الحاله يقدر مثلا يكون متحرك دونك الا كان مثلا في البحر ولا شي حاجه يقدر يكون الجسم متحرك وي غادي مثلا فوق الماء كتكون لا فورس اغ مثلا نقول مثلا لا فورس اغ ولا فورس دي فروتمون تكون اغ مائله ها هي مثلا الا كانت بحال هكا الا شفتها واحد لا فورس دي فروتمون اللي هي اسونسيال وهنا واحد لا فورس رياكسيون نورمال يعني اون توكا الا بغينا حنا ار غتكون كتساوي سي لا سوم ديال ار دو ان بلس اف دونك لا سوم ديالهم دونك قلنا ان ار دو ان كيدير عمودي دونك سوغا اي اليميني تبقى عندي فقط سي لا فورس اف مازال في ديك غير بشويه اول حاجه غتهمني سي لا فورس دي بوا دونك كتهمني قوة الوزن اش كتساوي لو بوا اش كيساوي ليا
ان فوجي ان فوجي ديما لو بوا تيغالا ان فوجي دونك لو بوا وتتر تيغالا توجو ام فوا فوج سي بون افيك ام هي لا ماس فوج لا ماس ديريكت السوليد لا ماس دو سوليد دائما كي تكون كيلوغرام كيلوغرام علاش انا فيزيك فيزيك ديما خدامين بالكيلو زيد عاوتاني في الكيلوغرام لو بوا بالنيوتن وهذه باش بالنيوتن على كيلو كيلوغرام بعض الاحيان هاد الجي هذه كتكون بعض الاحيان بدل الجي كتاخذوا نيوتن على كيلوغرام كناخذوا دائما هي المتر على السكوند او كاري هذه هي نفسها المتر على السكوند او كاري هي نفسها نيوتن على كيلو كيلوغرام مارش بي كتساوي ام فوج جي هذه اما هذه بالكيلوغرام هذه هي بالنيوتن على الكيلوغرام وهذه نفسها كتساوي المتر على السكوند او كار هذا على حسب الحدث كتبقى عندي دابا لافورس الاخرى اللي هي كتبقى لافورس دارشميد هي لافورس دارشميد دارشميد هي كتبقى لافورس دارشميد شنو الديفينيسيون ديال لافورس دارشميد فوز دارشميد يعني كيما كاين دابا هو دائما كيطبق المائي على الجسم اللي كاين عندي فوق الفلويد الا كان عندي هذا الجسم اللي كندرسو كيما وريت هنا انا كاين يعني واحد الجسم سائل هذا الجسم السائل كيكون كيطبق لي واحد القوه على الجسم ديك القوه اللي كتبقى كتسمى دافعه الخامس صافي هنا غادي نحاولوا نعرفوا واحد اللي ماخر دونك كما قلنا هنايا اون فوا دونك با ديفينيسيون كان لا فورس دارشميد الا كانت كان نعرفوا مزيان دي زليمون دو تري بيان او بيان سو كومبوندر دونك هنايا هذا هو السيستيم ديالنا هذا هو الفلويد ديالنا عادي نعتبروا بان كيوصل مثلا واحد القيمه معينه هنا واحد الكره نصور بان انا كنرسم واحد الكره هي الكره هي نرسم عليك الخضر هنا واحد الكره هي عرفت كثير الكره اللي كانت ديالها هاد الكره هي هادي باش كتبقى الفورس ابليكي عليها كاين لا فورس دي بوا هي العموديه دائما على البلون وكاين لا فورس الاخرى اللي قلنا لا فورس دارشميد دونك هادي هي اف ا دارشميد عرفت دونك هادي هي اف ا إلا مشيت أنا دابخي لو برانسيب دينيرسي انطلاقا من قانون ديال مبدأ القصور اش كيقول لي مبدأ القصور البارح درناها يقول لي بأن مجموع القوى دابخي لو برانسيب دينيرسي يقول لي بأن مجموع القوى خارجية المطبقة على الجسم كيساوي لي فيكتونيوم دونك لا ميم شوز هنايا مجموع القوى اللي عندي هنا عندي القوى مع لا فورس دا تارشميد دونك عندي اف المتبادل ديال السيد وي خاص براسك العلاقه ديال لاسم اكستيريور ايغالا لا سيونس ديالنا صيفط لك بي دي اف صافي ان شاء الله صيفط لك بي دي اف صيفط لك تصويره ولا بي دي اف تا واش كتبها كاع صافي دونك دابخي لو برينسيپ ديالسي دونك اف دو ا زائد لو بوا زائد بي تساوي ماذا كتساوي لي فيكتوريو هذا يعني ماذا دونك انا الا بغيت نحيد هنايا ثاني بانه راه هادو كيدايرين في المنحه ديالو المنحه ديال بيرا غادي فيالو ايرو با اف دو ار غادي فيالو المنحه ديالو مختلف وحده غادا لتحت وحده غادا يعني ان اف دو ا تساوي ناقص بي ناقص المنحه ديال ناقص ناقص بي بحسب المنحه ولكن اجي ندخل عليهم لا نورم اللي بغيت نسال لا نورم ديال بي تولي نفس هي لا نورم ديال بي مارش لان المور غادي يمشي ليا كيبقى عندي ناقص ام تبقى عندي اف دو ا كتساوي هي نفس واحد لو بو لو بوش كيساوي لي كيساوي لي ان فوا وج مارش هاد لا فورس شكون كيطبقها ليا شكون دائما كيف الويد ماشي يلاش سلام علاقة كتسمى اف دو ا دونك علاقة كنجبدوها مزيان اف دو ا تساوي ديال الفلويد باش هو وجه
الماس ديال الفلويد معروف دائما غتكون بالكيلو كيلوغرام، والجي غتكون هي ب 112 كيلوغرام او لا متر على سكوند او كار. تري تري بيان افي. دابا غنتعرف واحد العلاقه اخرى عاوتاني. كنا شفنا واحد العلاقه شحال هذيك الكيمي ديال انه كتقول لي رو رو رو، لان انا خدامين فاش سوائل، يعني فاش كنقول رو ديال الليكيد، رو ديال واحد الليكيد هي لا ماس فوليمي كتكون الكتله الحجميه. هذا رو ديال الليكيد اش كتساوي ليها؟ ولا ديال الفلويد، حنا نسميوها في هاد الحاله فلويد، بقاش سميتو ليكيد غنسميو فلويد. رو ديال الفلويد كتساوي لا ماس فوليميك، هذه هي الكتله الحجميه، يعني الكتله على الحجم. متر باغ لتر فوليميك، كتلة على الحجم، يعني لاماس ديال الفلويد مقسوم على ماذا؟ على لو فوليم. يعني لاماس ديال الفلويد على الفوليم، هادي هي بمعنى أنه لاماس ديال الفلويد في هاد الحالة شنو كتساوي ليها؟ دونك إلا بغيت أنا لاماس ديال الفلويد غتكون كتساوي ليها هي رو ديال الفلويد فاش؟ في لو فوليم. دونك دابا حصلت على شحال من علاقة؟ حصلت على جوج ديال العلاقات. سميه واحد، والعلاقه الثانيه اللي هي ليد سي بون. دونك دابخي انطلاقا دابخي ان اي دو سالما ديال الماس كتساوي لا ماس ديال الفلويد جي امبليك ماذا؟ امبليك بان اف دو ا كتساوي ان لا ماس ديال الفلويد اش كتساوي؟ كتساوي هي روب ديال في، ناتو اللي هي رو ديال الفلويد فوا في سي بون اللي هو الحجم. لا ماس ديال الفلويد باش لا ماس فوليميك اللي هي رو ديال الفلويد نضربها في لو فوليم. بالنسبه لرو، رو دائما تقول رو قلنا هي لا ماس، لا ماس دائما كتكون باش كيلوغرام، ولو فوليم دائما متر كيوب، دائما باش كيلوغرام على المتر كيوب. فوليم دائما بالمتر كيوب. وبالنسبة للجي هذا واحد الشيء قلنا خاص تكون بنيوتن على كيلوغرام لا بالمتر كاري، لا بالمتر على السكوند كاري، المتر على السكوند كاري. سي بون وي بس غير اف دو ار اف غنبقى دائما في النيوتن لان سي تون فورس صافي تخي بيان. وي دونك هنا العلاقه اللي غنتعرف عليها راسطو هي انه دونك اف دو ار ديال الفلويد لو فوليوم و لي ميثود ديك السبيل ها ليميت اف فوا في فوا جي اف دو ا كتساوي رو، هذه كتقرا رو كتسابيل رو اش ليميت؟ لا جاب ليميت الفيزيك اسمها الله يهديك. انت اش كانت قرنا في الدرس ليميت ما نعرفوش الدرس ولا الاخر؟ لا لا ليميت تقدر تكون خديتوها في ليكسبو، يعني لا خديتو في الشيمياء ولا شي حاجه ما انا ما كاين والو. طيب هنا انا عطر هنا اف دو ا كتساوي هي رو ديال الفلويد، هادي رو ماشي ليميت، رو رو قي كتسمى الكتلة الحجمية. الكتلة الحجمية تما عرفتي لا ماس فو فوليميك، وين عندي ماذا؟ عندي الفوليوم اللي هو الحجم. الحجم دائما كيكون باش بالمتر كيوب، جي بالنيوتن على الكيلوغرام او لا المتر على سكون دو كار. المهم القضية معروفة دابا لاصلا صماش، ولكن إلا جيت نكتبها دابا هذه قيمة عددية، هذه الحساب ديالها. أنا راه كنبغي نحسب كندير هاد العلاقة هادي، هادي لي الحساب. راه فاش كيقول لي عطيني التعبير عطيني اكسبريسيون، يعني خص يكون اكسبريسيون فيكتوريال، يعني خص يكون عندي متجهة. اف دو ا اش كتجي لو بوا شنو قلنا؟ راه ناقص رو ديال الفلويد فاش؟ لو فوليم في جي، جي هادي فيكتور، دونك جي فيكتوريال. تخطي بيان
بس الديمونستراسيون ديال هذا. انا دا سمعك الديمونستراسيون ديال منين جات، مع العلاقه ديالها منين جات. وهنا غنزيد لك افيك رو ديال الفلويد، هذه كتسمى لا ماس فوليميك دي فلويد، اي صافي لا ماس فوليميك دي فلويد، الكتله الحجميه ديال الفلويد. باش كتكون كتكون دائما بالكيلوغرام المتر كيوب، بسيطه. في كتسمى الفوليم دي فلويد، دي فلويد متر مكعب. هنا دي فلويد ديبلاسي، ماشي ممكن يصافي الفلويد ديبلاسي. رد لبعض الفلويد ديبلاسي، علاش الجسم اللي غادي نحطوه شنو وقع ليه؟ كتكون داك واحد القيمة ديال المعنى، واحد شوية ديال الماء، واحد شوية ديال الماء، شنو وقع ليه؟ مثلا حطيت الجسم بحال هكا، مثلا عندي واحد الإناء كيقسم الجناب ديالو، وكنعتبر بأن الإناء كان عندي بحال هكا، كنعاور مثلا مثلا واحد ليطا بحال هكا، وصل مثلا واحد 30 مليلتر، جيت عاوتاني حطيت واحد الجسم صولف، شنو وقع 30 مليلتر؟ الجسم شنو وقع داك الماء؟ طلع الفوق، يطلع شوية الفوق، مارش. دونك مثلا توصل 40 مليلتر، دونك واش نعرف انا شحال هو الحجم المزاح؟ ندير 40 ناقص 30، 40 ناقص 30 شحال؟ هي 10. دونك هي 10، دونك يعني لو فوليوم دي بلاسي دون سو كا هو 10 متر كيوب، ولا 10 مليلتر، يعني بغيت انا 10 مليلتر، دونك كتبقى عندي شي مليلتر. دونك انا خاص باش نفرق، لان هنايا فرو ديال الفلويد حاجه اخرى، يعني كناخذوا لا ماس ديال الفلويد مقسم على الفوليوم ديال الفلويد، هنايا الفوليوم كناخذوا الفوليوم ديال الفلويد دي بلاسي، يعني ديال الجسم المزاح. أولا ديال داك الجسم السائل الذي أزيح. وهنايا جي خلاص كتبقى دونك سي لا كونستانت دو غرافيتي، كتسمى ثابتة الجاذبية. وهذه هي ديمونستراسيون ديالها، هي كتساوي 10 نيوتن على كيلو كيلوغرام. دونك إلي أون توك إلا قالت لي أسيد، إلا قالت لي ديمونستراسيون ديال إف أ إيكالا غو فوا إف فوا إف. أودي ما كاينش غيعطيك ديمونستراسيون بروس، هو ما كيديرش ديمونستراسيون، بقى أنت دير ديمونستراسيون. كاينش غيعطيك ديمونستراسيون كاع هناك ربي. صافي. صافي. دابا بغينا، دابا قبيلات كيما قلنا، دابا كنعرفو كل فورس بوحدها. أنت دابا عرفنا لا فورس، هي الحاجة المهمة اللي عندي. دابا عندي هذا هو الفلويد، دونك هذا هو السيستم اللي كندرسو. دابا عرفنا لا فورس دي بوا اللي كتكون دائما عموديه، وعرفنا عاوتاني لا فورس دارشميد، هادو بجوج عرفناهم، قلنا هذه اش كتساوي ليا، لقينا الاكسبريسيون ديالي عاوتاني درتها. شوف بقى لي، دابا بقات لي لا فورس دي فروتمون اللي هي ديال الاحتكاكات، ديال اش ديال الفلويد. دابا خصنا نلقاو لا فورمول، دونك لا فورمول دو كالكول ديال اش دو دو فورس دو 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 اف دو 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 بان لا فورس اف العلاقه ديالها مباشره، العلاقه ديال اف كتساوي ماذا؟ لا فورس بشكل بالشكل ديالها الجبري، يعني فيكتوريالمون كتساوي دائما ناقص ا في لا بيسونس ان، ناقص ان فيكتور ناقص ك فاش في لا بيسونس لا بيسونس ان. او يمكن لنا تسمع هذيك هذيك في اس ان نعوضها باس واحد ولا اس جوج. خابيه بواحد ولا اس جوج، مزيان. دونك هنا ان دوات تخي تيكالا ان، و ان تيكالا تيكالا بون. دونك خاصنا نبقى عندي لا فورس دون سوكا، الا مشيت نحسب لا فورس اللي حسبتها انا الا كانت كتساوي واحد، واخا ندير لي كا ديالنا توترس صافي علينا قربنا الفرض. انت الله كتفكر دابا، الله يكون مستوعب الحال. سي ان سي ان اي تيغا مع راسك ما بقى والو، بقى دور لي تما تما دير تلعبه. لا صافي. دونك هنا اف هنايا، هنا ديما رد ماربل، هنا فاش غنبغي قيمه عدديه غنحيد الفيكتور، غنحيد الفيكتور وغنحيد حتى الناقص اللي عندي هنا. شيف عندي عندي ك علاش لان هاد الناقص هذا غير ديال الملحه، هذا خاص فقط بالملحه صافي.
علاش درتي انا استاذ السينس كتساوي ال عاد كيفاش؟ علاش درتي انا السينس كتساوي ال عاد درتي الوغ اف ايكالا كافو في كيفاش السينس؟ فين درت انا شي سينس؟ هيا في جهه اخرى الخضر السينس انا قلت لك سي سي اذا كان ماشي سينس صافي يعني إذا كان سي سي إن يعني حالة إذا أش كيقول لك تمر أش كيقول لك باش كتساوي قلتي كذا إن خلاص كون كتساوي هي يقدر كتساوي جوج يعني كتعني كتساوي خصنا ناخذ الحالة ديالها تولي هي إف كتساوي كا في أس إن يعني في أس واحد هذه في حالة أنه إن أس واحد وكما قلت لك نهار كنحتاج مثلا القيمة العددية أش كندير؟ كناخذ فقط في ناقص الفيكتور كنحيدهم وي خلاص عندي ماذا سي دابا حاله عندي سي ان كتساوي 2 كتبقى عندي اف كتساوي ك في او ك في او ك انا في او ك في او ك صافي تري بيان وي واش دابا بالنسبه لهاد اش كيقول لك في الكيستيون دير لي هاد لا غولاسيون هذيك يقول لك جبد ليا هنا كيقول لك تروفي لا فورس دي فروتمون تروفي لا فورس دي فروتمون ابليكي لا فورس راه الا فهمتي شنو معنى اللي قلت قبيله لا فورس لا فورميل دو كالكول دو لا فورس دي فروتمون اف لي فروتمون شكون كيطبقهم كيطبقهم الفلويد اللي هو المائع ويقول لك شنو هما القوى المطبقه من طرف المائع الجسم يعني كي سون لي فورس اكزيرسي من طرف الفلويد يعني بار لو فلويد سيور لو سيستيم ايتيدي سا فادير سيور لو سوليد ايتيدي صافي ديموستراسيون دير مثلا تختار واحد جوج ديال لي بوين مثلا هذه اكس 0 اكس 1 وهنا اي 0 اي 1 وتاخذ هنا دونك الا بغيتي كا غتاخذ هي اكس 1 ناقص اكس 0 على اي 1 ناقص اي 0 وتلقيتي واحد الفا الفا هي معامل دونك هي الكوفيسيون ديريكت تمام دونك هذه بالنسبه لك شنو علاش وصل لينيتي ها لينيتي لينيتي ديالاش ديال كا ديال اف لا فورس دو فروتمون لا فورس راه ديما بنيوتن ديما بنيوتن بقاش تسولني على فورس قوه بنيوتن ديما صافي انا ما كتغير دابا اجي نديرو دابا لي كا نديرو دابا لي نديرو دابا لا شوت ليبر لي شوت دابا لي شوت ديال لا شوت ليبر لا شوت ليبر دونك انا نقول فاز 2 والحالة الثانية ناخذ لا شوت ليبر فيرتيكال فيرتيكال باش نديرو على الاعتيادية فيرتيكال دونك دان سوليد ديال واحد الجسم سيو سيو ان فلويد افيك فروتمون يعني الحركة ديال واحد الأولى مثلا لا شوت ديال واحد الجسم كنعتبروه افيك فروتمون سيو داك الفلويد عارف اول حاجه خصك تعرف عليها هي كتسمى ليكواسيون ديفيرونسييل ليكواسيون ديفيرونسييل ديفيرونسييل مارش وي لا دو لا فيتيس هو هذا التفاضل ديال السرعه شنو هي ليكواسيون ديفيرونسييل دو فيتيس نحاول انا نعرف مثلا الجسم مثلا عندي هذا هو الاناء ديالي هذا هو الفلويد هذه مثلا هي الكره اللي دايره عليها البلان كنقول اسم اللي كندرسو هذه الكره هي هنا هذه الكره هي غادي تكون عندها بليزيور فورس ابليكي دونك غادي تكون لا فورس دو بوا ومن بعد لا فورس تي دو ا ابليكي ويت يعني لا فورس ميل سي بون
استاذ بالنسبه لنا ما كيعطوكش شي مثلث في هذا الكوب هذا الشكل فيكم باش تطبق يعطيك شكل يعني واخا يكون حتى 4 ديال المربعات كيف كان شكل يعني ليتيود عادي اي شكل كيف ما كان كما كان خاصك تطبق عليه لي فورس لي فورس دائما كيبقاو نفس الصوره واخا يعطيك انا مثلا نعطيك مكعب انا كاع اذا نعطيك مكعب ها المكعب واش لابد فينا هو السنتر ديال المكعب انا بغيت نعرف السنتر ديال المكعب مثلا ندير الاتقاء ديالهم كاملين ها انت الاتقاء فين كيتلاقاو ليا كيتلاقاو ليا هذا عندك انا جوج ديال السنتر غنجيب الوسط ديالهم دونك هذا هو الوسط ديال المكعب وغناخذ لو بوان ها هو لو بوان فين كيدير لا فورس ديال فلوي فين كاينه هنا هي غنجرب هي عادي جدا في كاين عندي احتكاك هنا لا فورس دي فروتمون كي غتكون عكس منح الحركه دونك الا كانت مثلا جسمك كيمشي لهذا الجي راه اف غاش تكون هذا الجي كانت لا فورس دي فروتمون غتكون عندي هنا وبسيط داكشي صافي وبالنسبه لسؤال سيد كاع بغيت نقول لك صافا كملوا السباق تمام دونك انا الا جينا غنعرفوا لو بوا قلنا بان لو بوا تيكرا كوا لو بوا سي ام يعني سي لا ماس و جي سي بون هاد الجلسه ديما كتسال 10 نيوتن ديما الجي ديما 10 الجي ديما 10 فوق الارض ديما الجي كتسال 10 مشيتي للقمر ديك الساعه تلقى شي حاجه اخرى دونك انا بالنسبه لو بوا تبقى عندي هي ام غندير فيكتوري درت عليك انا بغيت نفعل فيكتوري لان انا سو فون فيكتوري كذا كذا سو فون فيكتوري دونك نديرو الفيكتور دونك اش بقى عندي لو بوا تيكال سي لا ماس فو جي فوا اللي لي مون كا هو هي كيتسمى الكوفيسيون ديريكتور صمار ام فو جي فوا شي علاقه بالسويفون كا هادي تقول كتكون سويفون كا كي سويفون كا يعني كناخد سويفون لاك زيد علاقه جديده ديال سيد لا هو هي بحال اخرى هادي راه هي نفس هاد كيتسمى ام فو جي بسيطة بحال يعني ممكن حتى شي اختلاف هنا يعني ديال لافورس ديال الارشيميد شنو كانوا قبيلات قلنا راه هي السيارو ديال الفلويد فاش فلو فوليم فوا جي دونك يعني جي هنا هي فيكتوريال نحاول نخرج لك كاع هاد الكاي هادي ما تبقاش عندك هاد الكاي هادي دات لك مشكل غنديرو حنا فيكتور بالنسبة للجي هادي اش تبقى عندي اف دو او كما قلنا اسم كتساوي لماذا كتساوي السيرو ديال الفلويد لا ماس فوليم فوا فوا جي دونك على علاقة اخرى ولا فورس دي فروتمون دابا لانستون فورس دي فروتمون عرفناها كتساوي ناقص ا في ا لا بويسونس ا يعني اسم كتساوي ماذا لا فورس اف كتساوي سي كا في لا بويسونس بمعنى انه نهار كنحيد لي فيكتور كنحيد موا كنحيد الموا علاش انا الموا مرتبطه باش فقط بلا منحه لا ان سونس مار راه كنقول لك اون فورس على الحال ها اف ا اف اف بي اف دو ا هي العكس ديال اف دو اف دو بي يعني ان اف دو ا كتساوي موا اف دو اف دو بي هادو ما تتزاد علاقه ثانيه داك الشيء كنا درناه واحد شويه جمعتو دابا عاوتاني باش نحاول نديمونطريو العلاقه الاخرى واش كاين ولا هنا غنعتبروا بان الموفمون نعتبروا بان السيستم كيتحرك سويفون واحد لاكس انت نعتبروا بان السيستم شوف معايا مزيان هنا كنعتبروا السيستم يعني انا باش نديروا ليتيود ضروري خصنا واحد الروبير خصنا واحد المعالم البارح كاين عندي جوج ديال المعالم كاين عندي الروبير غاليدي كاين عندي الروبير ديال فريني هنايا غنستخدم الروبير غاليدي يعني غناخد فقط غير واحد يعني ناخذ واحد لاكس او زيد دونك مثلا هذا هو لاكس زيد ناخذ هذا هو لاكس او زيد نقول بان الموفمون سوفي فقط الموفمون سوفي ديما افيك سور لاكس اوز ديما الحركه سور لاكس اوز سوفي سور لاكس اوز
راه مزيان. وي بغيت ندير ليتود، شنو قلت لك البارح؟ القانون الثاني نيوتن، تطبيق ابليكاسيون، غنطبق القانون الثاني نيوتن دابخي لا دوزيام لوا دو نيوتن. وا لا سوم ديال لي فورس اكستيريور يساوي ماذا؟ كيساوي لا ماس ياك خلصنا الجي فيكتور هادي كتسمى اكسيليراسيون، اكسيليراسيون او بوين جي دونك هادي سابيل اكسيليراسيون. لا سوم دي فورس قلنا مجموع القوى المطبقه عندي شنو لي فورس قلنا ثلاثة هما كاين عندي لا فورس دي بوا زائد اف ا زائد فورس اف اش كتساوي لي هادي؟ ام فوا لاكسيليراسيون اج كتساوي ام فوا اج فوا لاكسيليراسيون اج وي شندير انا في الحال غندير لا بروجيكسيون La projection, la projection. Donc on fait la projection de la relation sur Mada, sur X ou Z. Je vais donner la 5e ou 6e sur X ou Z. La projection, je vais donner. Donc on fait la projection. PZD, on va dire PZD, on va dire Victor, on va dire PZD, ZD, FA. زين زائد اف زين ام ا فوالا اكسيليراسيون وهنايا سويفو ماذا هذا ار جي سويفو ماذا ماساش نحيد الفيكتور ماساش نحيد الفيكتور عندي قيمه عدديه يعني تبقى ام فوا ا سويفون سويفون زيد ا سويفون زيد لانه انا صافي حددنا مع شغل كتمشي صافي علاش حدنا الجي وسط حيت من جي غير بوان هادي غير قاعدة جي غير قاعدة ماش جي غير قاعدة هنا بما انو خدنا الروبير يعني خدنا اللاكس فاش خدامين صافي كنحطو كلشي كنعطيوه زيد كان عندي اكس كلشي نعطي اكس وكان عندي ايكغيك كلشي نعطي ايكغيك صافي اوكي هنايا مثلا نعتبرو بان هذا هو زيد نرجعو لاكس زيد نعطيه في لوبا في لوبا لاكس زيد نعطيه في لوبا ماشي في لوبا يبقى عندي مثلا هنا دابا زيد انا الجسم راه غادي لتحت دونك لاكس دونك تلاكس نردو شويه هنا غنشوف لا فورس المنحه جميع لي فورس راه كاين تما يعني كاملين غاديين مع لو سونس ديال زيد اي كي دايره مع لاكس زيد واش بيش بي ولا موان بي سي بيش بي صافي مزيان وي دابا غنحاول ماذا وي شنو هي بي شنو هي نعوض بالقيمه ديال كل وحده فيهم لو بو شنو هو ان فوا ان فوا جي يعني انا نختار واحد ام جي ليش انا باش انا ام جي شنو هي ناقص اف دو ا شنو هي اف دو ا اف دو ا يا غوفي فوا في فوا جي Donc, il y a très bien, il y a rho ديال فلويد و v و g donc n g c'est je g directement donc n g ناقص ماذا la force f la force de frottement هذا واحد شويه مطرينا حتى la force de frottement هي ناقص كف ناقص كف و v هذيك la force de frottement ملي كتكون عندي f كتعطيني ناقص يعني f فيكتور ناقص ك v v la puissance n هنا بغيت انا اف عام يعني كتعطيني هي ك فوا في لا بيسونس ان دونك كتبقى عندي ماذا هي ك ناقص عندي انا اف هنا واش فيها واش اف هنا كنشوف شي فيكتور راه ما كنشوفش فيكتور يعني صافي نعوض بالاكسبريسيون كلها عندي ام
fois l'accélération à A Z. Très bien. شوف كي داتاش كنقلبها كنقلبوا على شنو كنقلبوا على لا شوت لي فابياتيكا ليكواسيون ديفيرونسييل دو لا فيتيس يعني كنقلب على معادله التفاضليه ديال السرعه معادله التفاضليه ديال السرعه نلقاوها بحال يعني خصني نلقى السرعه خصني نلقى لا فيتيس يعني خصني نحول لاكسيليراسيون لاش لا فيتيس يعني هذا التسارع هذا خصو شنو اللي عندي هي ام جي ناقص رو ديال الفلويد جي ناقص ك في لا بوسونس ان التسارع البارح قلنا راه لا التسارع اش كيعطيني كيعطيني هو الديريفي ديال لا فيتيس بابور طو قلنا اكسيليراسيون لا ديريفي ديال لا فيتيس بابور تري بيان ها داكشي كتكتب دابا كاع ما كيبان ليا اخر اسمو غيتيلو حنا عاود ثاني شوف دابا مازال ما كتبت والو غير كاش بان لك دابا هذا باش يطلع لك غادي يكبر باقي ما طلعت لك خلصي نقول لك انا لا باقي الذي باقي مغطى كامل لا ما طلعتش